الله يحسن عوالهم، الا كنا حنا زعما هنايا وشادنا الخلعه فهم. كنقول يا ربي نجيب الله تيسير في هذا الماتش، لان مابقاش عندنا امل اخر من غير من بعد 20 عام وحنا كنتسناو، يعني عندنا هذا الامل بعد ما ضيعنا الفوز في الماتش الاول كونتر ايران. كنتمناو ان يترجلوا ويربحوا هذا الماتش. هذا كنتمنى تكون واحد تكون جوج لواحد بصالح المنتخب المغربي ان شاء الله. كريستيانو لعاب كبير، ولكن حتى حنايا رحنا 11 لاعب اللي كاينين عندهم هما اللي عندنا، ما لاعبينش هما اكثر منا. كريستيانو رونالدو شفناه في ماتشات اخرين مثلا كونتر مصر ولا كونتر تونس، عرفوا كيفاش يحدوا من الخطوره ديالو. عندنا بن عطيه يقدر يحد من الخطوره ديالو، عندنا لاعبين اللي بوصوفة، لاعبين اللي هما لعيبيه كويريه ديالنا كما نقولوا، كيلعبوا للروح ديال الفرقه للروح ديال البلاد. كنتمناو ان يا ربي يجيب الخير ان شاء الله.